الأحماض الأمينية أو الأمينو أسيدز. الأمينو أسيدز are the building blocks of proteins، أي أنها الوحدة البنائية والتركيبية للبروتينات. الخواص الكيميائية للأمينو أسيدز المكون للبروتين هي التي تحدد الوظيفة الحيوية للبروتين. ووظيفة الأحماض الأمينية بشكل عام هي مساعدة على نمو وإصلاح وإدامة الخلايا كلها. في الحقيقة في جسم الإنسان هناك أكثر من 20 نوع من الأحماض الأمينية، بعضها يصنعها والبعض الآخر يحتاجها عن طريق الأطعمة. سنذكر هنا جزءا بسيطا منها. النوع الأول هو الأرجينين، وهذا الحامض الأميني يساعد في انقسام الخلية والتئام الجروح، كذلك في بناء البروتينات ووظيفة مناعية، كذلك في تحرير بعض الهرمونات، وكذلك في صنع اليوريا والتي هي ناتج أيضي من الأمونيا التي هي مادة ضارة لكي تم طرحها خارج الجسم، كذلك في صناعة الكرياتين والذي هو حامض أميني آخر يحتاج في بناء العضلات والطاقة. النوع الثاني هو الهستيدين. الهستيدين يساعد على بناء ونمو أنسجة الجسم، كذلك على إدامة طبقة المايلين التي هي تغلف الخلايا العصبية لنقل الإعاز العصبي وحماية الإعاز العصبي من المؤثرات الخارجية. كذلك هي يساعد الهستيدين كذلك في صناعة خلايا دم الحمض والبيض، كذلك يساعد في خلص من أو حماية الجسم من المعادن الثقيلة وسميتها، كذلك هو يدخل في مناعيا. الأيزوليوسين هو النوع الثالث من الأحماض الأمينية، يساعد على كذلك إدامة والتئام وإصلاح العضلات وأنسجة الجسم والجلد والعظام، كذلك يدخل في عمل تكوين هيموغلوبين والتي هي الصبغة التي توجد داخل خلايا دم الحمر والتي تنقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، كذلك يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم أو الجلوكوز وعملية مستويات الطاقة بدعم مستويات الطاقة. النوع الرابع هو الليوسين، يساعد في كذلك إدامة أو التئام الجروح والعضلات والعظام والجلد، كذلك يساعد في الشفاء من العمليات الجراحية وخفض نسبة السكر في الدم، كذلك هو يساعد على بناء أو نمو الأطفال حديث الولادة وتوازن نسبة النيتروجين في الكبار. النوع الخامس من الأحماض الأمينية هو اللايسين، يساعد في إنتاج الأجسام المضادة والتي هي أجسام مناعية تهاجم الأجسام الغريبة والتي تحمي الجسم، كذلك تقلل نسبة الدهون الثلاثية أو الترايكليسرايد، وكذلك تساعد في عملية النمو والتئام أو نمو العظام في الأطفال وحفاظ على نسبة النيتروجين في الكبار، كذلك هو يساعد في امتصاص وتحويل الكالسيوم داخل الجسم، كذلك في إنتاج الكولاجين والتي هي مادة مهمة تدخل في تركيب الغضاريف والنسيج العظام في جسم الإنسان. الكرياتين وهو حامض أميني مشهور يدخل في تحسين القدرة والطاقة أثناء ممارسة التمارين الشاقة، كذلك يساعد على نمو الكتلة الجسمانية لجسم الإنسان، والمقصود هنا باللين ماس هي الكتلة الجسمانية باستثناء الدهون، كذلك يعطي الطاقة للعضلات. الميثيونين وهو حامض أميني آخر يعتبر مصدر للسلفر، والسلفر يحتاجه الجسم عملية البناء والنمو، كذلك يدخل في تحطيم وهضم الدهون ويساعد على إزالة سمية الرصاص وبعض المعادن الثقيلة، ويساهم في تقليل من ضعف العضلات ويمنع الشعر الجاف والمجعد، كذلك يتفاعل مع الATP وهو مركب طاقة يساعد في إنتاج الإبنفرين والذي هو هرمون الأدرينالين مفروز من الغدة الدرقية الغدة الأدرينالية والذي يساهم في الإحساس بالخوف والغضب، كذلك الكولين ومركب ثاني يشبه الفيتامين بي ويدخل في إنتاج كثير من الخلايا من ضمنها خلايا الدم. الفينايل ألانين وهو حامض أميني يساعد على زيادة النباهية والحيوية ويحسن المزاج ويقلل الألم ويساعد في عملية الحفظ والذاكرة، كذلك يستخدم أحيانا لعلاج التهاب المفاصل والإحباط، كذلك يستخدم بواسطة الدماغ
لإنتاج النور إبنفرين، وهو ناقل عصبي يستعمل النقل لعزة العصبية بين الخلايا. الثريونين هو حامض أميني يدخل في تكوين البروتينات مثل الكولاجين والإلاستين، والإلاستين هو بروتين يدخل في تركيب النسيج الضام. كذلك طبقة الميناء للأسنان يدخل في تركيب الثريونين، وكذلك يدخل في تركيب النواقل العصبية بل ديمومة الجهاز العصبي. التريبتوفان وهو حامض أميني يعتبر محسن مزاج أو محسن للسعادة بصورة طبيعية والاسترخاء. كذلك هو يزيل الأرق ويحفز النوم، وكذلك يزيل القلق والتوتر والإحباط. كذلك هو يستخدم في علاج الشقيقة أو الصداع النصفي، ويستخدم في كذلك في المحافظة أو السيطرة على الوزن من خلال تقليل شهية الغذاء. كذلك هو يدخل في يتحكم أو يسيطر على فرط الحيوية في الأطفال أو النشاط. كذلك لدينا الفالين وهو آخر حامض أميني مهم، يستخدم في بناء العضلات والإدراك وإصلاح النسيج والمحافظة على نسبة النيتروجين. كذلك هو يستخدم بواسطة العضلات وأنسجة العضلات لإنتاج الطاقة، وكذلك يستخدم في علاج العضلات أو تمزق العضلات والحالة الذهنية والحالة العاطفية مثل الاكتئاب، وكذلك الأرق والكبد وبعض أمراض القناة الصفراوية. يتم قياس الأحماض الأمينية مختبرين بطريقتين: طريقة مبسطة تسمى بالثين لاير كروماتوغرافي، وطريقة معقدة تسمى بالأيون إكسشينج كروماتوغرافي. وبكون هذه طريقة معقدة وتستخدم في الأجهزة وتعتمد على الشحنات، فهي طريقة مطولة في الفيديو، بس أشرح فقط على الثين لاير كروماتوغرافي. هذه الطريقة المبسطة تعتمد فقط على حجم الأحماض الأمينية. يتم أولا بجلب ورقة ترشيح معينة، توضع العينات على شكل قطرات في مستويات معينة ثابتة، وبعد ذلك تغمر في حوض. هذا الحوض يحتوي في قاعدته على محلول قطبي. هذا المحلول القطبي بخاصية الشرب بخاصية الترشيح أو الشعرية سيصعد أو ينفذ خلال هذه الورقة الترشيح. وعند مرور خلال وقت الترشيح فإن الأحماض الأمينية ذات الحجم الصغير تتحرك مع المحلول أثناء عبوره بسرعة كبيرة، على عكس الأحماض الأمينية ذات الحجم الكبير أو الثقيل فإنها تتباطأ نوعا ما. فتفصل الأحماض الأمينية تبعا لحجمها على مسافات معينة في الورقة، وبعد ذلك تضاف مادة صبغية تتفاعل مع الأحماض الأمينية وتعطيها لون. فهذا اللون وبعد قراءتها بواسطة جهاز معين وعند مقارنتها بستاندرات معينة أو معايير ثابتة، فنعرف أن كل مكان يعتبر حامض أميني معين أو يتم فصله في مكان معين. وبواسطة المعادلة يتم معرفة كل حامض أميني وموقعه. وهذه الطريقة تعتبر qualitative، أي تعطينا فقط وجود الأمينو أسيد من عدمه، على عكس الطريقة الأخرى التي هي ion exchange chromatography والتي تعطينا quantitative، أي بمعنى آخر تركيز الحامض الأميني ووجوده كذلك.